طيب بكرة منتخب مصر عنده لقاء ثالث يعني مع السنغال المتصدر ب6 نقاط، هل هنقدر نحقق الفوز ولا عشان طبعا نضمن الصعود والأمور هتمشي معانا ازاي في ظل الموقف اللي تأزم علينا ومستوى اللعيبة اللي تقريبا متواضع؟ والله للأسف يعني مباريات كأس منتخب مصر للشباب أصبحت يعني بمثابة كابوس علينا كمشجعين وكنقاد وكمتابعين لكرة القدم المصرية، لأن مش ده المنظر اللي احنا كنا نتمنى نشوفه منتخبنا في بطولة كأس الأمم اللي بتتلعب في مصر والمؤهلة كمان لكأس العالم. يعني هي مش بس فكرة إن احنا عايزين ناخد بطولة أفريقيا أو نوصل نهائي، لا، ده الجيل ده هينتهي لو ما قدرش يتأهل لكأس العالم، لأن خلاص مش هيبقى عنده حاجة تاني الفترة اللي جاية. فين بقى لما يبتدي ينضم اللاعبين دول بعد كده للمنتخبات الاكبر سنا او للمنتخب الاولمبي؟ فيعني شفنا طبعا اداء سيء جدا في المباراتين الاولتين، يعني ما سجلناش ولا هدف في الماتشين لحد دلوقتي، تعادل 0-0 مع موزمبيق ثم خساره 1-0 من نيجيريا، ما فيش شكل جيد لمنتخب مصر، ما فيش. طبعا شفنا اعضاء اتحاد الكوره بعضهم بدا يتنصل من المسؤوليه ان مش هم اللي اختاروا الجهاز الفني الحالي، والجهاز الفني الحالي باين ان هو برضه يعني مش احسن اختيار. لكن احنا عندنا فرصه، عندنا فرصه ان احنا نكسب السنغال، لكن هي فرصه على الورق. لكن احنا بما اننا شفنا السنغال وشفنا الاداء القوي جدا اللي قدمته انها قدرت تكسب نيجيريا وموزمبيق وخدت 6 نقاط وتاهلت، اول فريق تاهل في البطوله الى الدور الثاني، فاحنا مواجهتنا معاهم صعبه جدا. تعودتنا ان في مفاجات كتير، نتمنى المره دي ان احنا نبقى مفاجاه. ويمكن انا حزين وانا بقول المفاجاه ان منتخب مصر يكسب على ارض السنغال، لكن هو ده الواقع، ونتمنى يعني منتخب مصر يعمل كومباك ويرجع في البطوله مره ثانيه.